من هالبناية يرتفع صوت اليقين، خلي لك ويانا أثر طول السنين. شقد عظيمة الصدقة ببية الحسين، شقد عظيمة الصدقة ببية الحسين. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. ساهم وخيذ باسمك سهم، بالآخرة ترفع علم. شقد عظيمة الصدقة ببية الحسين، بيت الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتنا وأخواتنا متابعينا متابعي قناة الإمام الحسين عليه السلام الفضائية من كربلاء المقدسة، حياكم الله أينما كنتم من بيت الحسين إلى بيوتكم بحلقة جديدة من برنامج بيت الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. حياكم الله مشاهدينا متابعين من كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم بيت الحسين عليه السلام. وإن شاء الله مثل ما نبدي في بداية كل حلقة نطلع أجواء زيارة، وتكون هذه الزيارة نيابة عن جميع المشتركين ومساهمين والداعمين قناة الإمام الحسين الفضائية، وأيضا المشتركين ومساهمين في بيت الإمام الحسين عليه السلام. تفضلوا إحنا وياكم لزيارة سيد الشهداء. السلام على الحسين، السلام على الحسين، وعلى علي بن الحسين، وعلى أولاد الحسين، وعلى أصحاب الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين يا وحيد يا حسين يا شهيد. وعلى ساقي عطاشا كربلاء سيدي مولاي قاضي الحاجات وابن قاضية الحاجات سيدتنا ومولاتنا أم البنين، السلام على قطيع الكفين، السلام على حامل اللواء الحسين سيدي مولاي أبا الفضل العباس ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامج بيت الحسين عليه السلام، إن شاء الله نحن وإياكم بتبرعكم وبدعمكم ومساهمتكم إن شاء الله يا رب راح تكمل هذه الحسينية وهذا الصرح الحسيني الناطق باسم الحسين عليه السلام، وإن شاء الله يا رب موفقين كل الأخوة اللي شاركوا واللي ساهموا واللي دعموا هذا البيت الحسيني إن شاء الله. وإن شاء الله الأخوة اللي حابين أنه يخلونهم صدقة في بيت الإمام الحسين عليه السلام، واللي بنفس الوقت حاب أنه يدعم قضية الإمام الحسين سلام الله عليه، مثل ما قلنا إحنا بيت الإمام الحسين هذه الحسينية حسينية مجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية اللي راح من خلالها انه راح نستثمر وجودها تستثمر وجودها مجموعه قنوات الامام الحسين الفضائيه لبث ثقافه اهل البيت عليه السلام من بكل انحاء العالم عفوا، وايضا مظلوميه الامام الحسين سلام الله عليه وايضاح ما جرى في كربلاء المقدسه. يعني انت راح تدعم قضيه الامام الحسين عليه السلام بنفس الوقت، وبنفس الوقت راح تخلي لك صدقه جاريه، وان شاء الله هذه الارقام موجوده اسفل الشاشه اللي حابين انه يشاركون ويساهمون في بيت الامام الحسين عليه السلام ويخلون لهم صدقه جاريه مع سيد الشهداء في بيت الحسين. هذه ارقام موجوده اسفل الشاشه، تقدرون تتصلون تستفسرون عن كافه تفاصيل بيت الحسين وايضا طرق المساهمه في بيت الحسين عليه السلام. وايضا اخوتنا واخواتنا حبينا انه نشارك وياكم الفرحه من خلال الجرد اللي قام به ليله امس كوادر الإدارية لقناة الإمام الحسين عليه السلام والمسؤولين عن بناء حسينية بيت الحسين عليه السلام من خلال
المبالغ اللي وصلت إلى قناة الإمام الحسين اللي من خلالكم ساهمتوا شاركتوا بيها، اللي تبرع بذهبه واللي شارك بمبالغ واللي وصل رسالته بين أهله وناسه حتى أيضا يشاركون ويتبرعون. من بارحة المبلغ جمعناه وحسبنا عرفنا من خلال المبلغ الكلي لهذه البناية اللي هو 140,000 دولار، يعني على 200 دولار السهم الواحد يصير المبلغ كله 700 سهم. فمن خلال هذه الأسهم 700 سهم حسبنا وعرفنا أنه المبالغ اللي وصلت إلى قناة الإمام الحسين حتى يكمل هذا البيت الحسيني هي وصلت إلى 500 سهم ببركة أبي عبد الله الحسين، وإن شاء الله ما ظل إلا القليل. حاول تلحق وتسجل اسمك في هذا البيت الحسيني وشارك بهذه الحسينية، لأن ما بقى إلا القليل وراح نباشر بعملنا حتى نخلص هذا البيت الحسيني. لا تحرم نفسك، لا تحرم أولادك، لا تحرم عائلتك من خدمة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسيني. ونرجع ونقول هذا السهم وهذا التبرع لك لآخرتك مو إلية. فيا أخوتنا يا أخواتنا، ما دامنا حالياً على البث المباشر موجودة أرقام بإمكانك الاتصال الآن وتسجل لنفسك سهم أو متر في هذه الحسينية، لأن قلت لكم أنه ما بقى إلا القليل ويكتمل عندنا المبلغ كامل حتى نباشر في بيت الحسين عليه السلام ونكمل هذه الحسينية إن شاء الله. يعني باقي 200 سهم حتى تكمل هذه الحسينية. فإن شاء الله الكل الأخوة اللي يشاهدونا حالياً وأنت عزيزي المشاهد تقدر من الآن تتصل والساهم، لأن ما باقي غير 200 سهم لإكمال بيت الحسين، لإكمال هذا الصرح، هذه الحسينية، حتى تكون في خدمة زوار الحسين عليه السلام وفي خدمة أحباب الحسين وتكون صادحة بصوت الحسين عليه السلام. فإن شاء الله همتكم ويانا، لأن ما بقى الشيء القليل 200 سهم وراح نصيح في بيت الحسين لبيك يا حسين. 200 سهم وراح تكون هذه الحسينية عامرة بذكر الحسين، بذكر السيدة الزهراء سلام الله عليها. إن شاء الله كل أساميكم، كل الإنسان، كل اللي ساهم ويانا، إن شاء الله أساميكم مسجلة في بيت الحسين وأساميكم مسجلة في سجل الزهراء سلام الله عليها، وإن شاء الله صدقاتكم الجارية تجري في بيت الإمام الحسين عليه السلام إلى آخرتكم إن شاء الله. فباقي 200 سهم وإن شاء الله تكمل بيت الحسين عليه السلام. وإن شاء الله يا أخوتنا ويا أخواتنا اللي تشاهدونا حاليا لا تحرم نفسك من هذه الخدمة. ناخذ اتصال من الأخت أم هشام من ألمانيا، وهي أحد الداعمات اللي شاركوا وساهموا في بيت الحسين عليه السلام. هنيالها وألف هنيالها على الخدمة اللي قدمتها لسيدي مولاي أبي عبد الله الحسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله أختنا. الله يطول بعمركم إن شاء الله يا ربي، والتوفيق بكل خدام الإمام الحسين إن شاء الله. الله يسلمكم أختي العزيزة. أختي العزيزة، حضرتك في بلاد الغربة، أكيد مشتاقة لزيارة سيدي مولاي أبي عبد الله الحسين عليه السلام. أكيد أكيد، أنا من محبين أبا عبد الله وأهل البيت أجمعين، ونحن دائما نجي إن شاء الله على العراق وقلوبنا اللي عند الأئمة بإذن الله دائما إن شاء الله. طيب، إذن هذه دعوة من عندنا حاليا أقدمها إليك وأقول لك حضرتك إن شاء الله إذا جيتي إلى العراق وإذا جيتي إلى كربلاء لزيارة الإمام الحسين فراح نكون في خدمتكم وفي انتظاركم في مقر قناة الإمام الحسين عليه السلام حتى نتشرف أنه نخدمكم، وإن شاء الله هذا أقل واجب الله يطول بعمركم سيدي مولاي أبي عبد الله. الله يطول بعمركم وبالتوفيق دائما إن شاء الله لكل قناة الإمام الحسين وأهل العراق إن شاء الله وخدم أبا عبد الله. الله يسلمكم. أختي العزيزة، بصفتك مشتاقة لزيارة الحسين عليه السلام، راح نخليك أنه الزورين وتكونين نائبة عن أهلك وعن أرحامك وعن كل من يخصك وكل من دائما يقلدك بالدعاء والزيارة. بإمكانك الآن عبر شاشة قناة الإمام الحسين وبيت الحسين عليه السلام الزورين وتكونين نائبة عنهم بالدعاء والزيارة. تفضلي بالزيارة، وبداية نقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله. صلى الله عليك أبا عبد الله. السلام عليك أبا عبد الله. السلام عليك أبا عبد الله. السلام عليك ابن رسول الله. السلام عليك ابن أمير المؤمنين، يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا صار الله وابن صاره والوتر الموتور. السلام عليك يا
وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبكي الليل والنهار. يا أبا عبد الله يا رب بدخلك أنا منتمنى دائما نزور ونكون من زوار الإمام الحسين وخدام الإمام الحسين بحق محمد وآل محمد. آمين يا رب. والسلام على أبا فضل العباس قمر بني هاشم مقطوع الكفين يا رب. الله يطعمنا الزيارة دائما. نحن نتمنى ونتشرف نحن أقل شيء بنعمله. بهذه الحرقة اللي بداخلك أختي العزيزة نزليها ونزل دموعك لأبي عبد الله الحسين وأبي الفضل العباس، أولا لأن هم يستاهلون هذه الدمعة، وثانيا إن شاء الله يا رب تكون لك شفيعة في الآخرة عند الحسين عليه السلام بعبرتك زوري إن شاء الله حاجتك مقضية إن شاء الله يا رب بحق محمد وآل محمد. وبطلب منكم طلب دعاء لشفاء كل المرضى إن شاء الله ولمحمود ابن فاطمة حاليا قدامك حرم أبي الفضل كل العباس يا رب بحق الحسين إليه وبحق أبي الفضل العباس يا رب. بتمنى لكم التوفيق وإلنا الشرف ونحن هذا أقل شيء من أربه للإمام الحسين ولآل محمد وأهل بيته. اللهم آمين يا رب. آمين يا رب. اللهم آمين يا رب. آمين الله يا رب ما رح ننساكم. اللهم عجل فرج صاحب العصر والزمان ونكون من أنصاره وأتباعه ومتقربين إليه بحق آل محمد وأهل بيته. اللهم عجل فرجه. اللهم آمين يا رب. نطلب منكم دائما الدعاء وتيسير أموركم وبالتوفيق إن شاء الله. أكيد ما ننساكم. ونحن إن شاء الله أقل شيء هذا من أربه لآل محمد وأهل بيته. الله يتقبل إن شاء الله منكم. أختي العزيزة حضرتك من أحد اللي ساهموا وشاركوا في بيت الحسين عليه السلام، حضرتك ساكنة في ألمانيا، شنو الدافع اللي خلاك أنه شاركين لبناء حسينية في كربلاء المقدسة؟ حبنا لأهل البيت، حبنا لأهل البيت. نحن هيدا بقول لكم ودائما بنقولها هيدا أقل شيء من قربه. صح. إني شفيعنا يوم القيامة بالآخرة بإذن الله. يعني هيدي أقل شيء من قربه، حبنا وحرقة بقلبنا خاص نحن اللي عايشين بالغربة. الله يعطيكم بتضل حرقة ونتمنى دائما ونحن منقول هنيئا لأهل العراق اللي عندكم هاي الأرض الطاهرة والأئمة الطاهرة اللي دائما فيكم تزوروا إن شاء الله وبالتوفيق يا رب. ونتمنى ما تنسونا إن شاء الله. وأقل شيء نحن هذا اللي من قربه نحن أمانة في أعناقنا إن شاء الله إنه دائما في أي دخول إلى حرم الإمام الحسين وأبي الفضل العباس وأي مكان إن شاء الله من إن شاء الله مراقد أئمتنا الأطهار في العراق إن شاء الله أكيد راح نكون نائبين عنكم بالدعاء والزيارة، وهذا نعتبره واجب علينا إن شاء الله. ونحن بنتمنى للمشتركين وغير المشتركين بكل دول العالم كله يساهم، لأنه هيدي أقل شيء نحن من قربه. وأنا بعدها هيدي توفيق من رب العالمين والأئمة اللي قربنا على هيدي الخدمة. أحسنت صحيح كلامك أحسنت. يعني هاي نعتبرها كل أموركم إن شاء الله كونوا دائما من حضرتك إلى كل مشاهدي قناة الإمام الحسين اللي دي يسمعون صوتك حاليا عبر برنامج بيت الحسين، تقولين اللي كل اللي يسمع صوتك حاليا خلي إنه يشترك في هذا البيت الحسيني لبنائه. أكيد أكيد، لأنه هذه بعدة أنا فرصة لإلنا توفيق نخدم نكون أقل شيء عم نقربه للإمام الحسين ولزوار الإمام الحسين. أحسنت أحسنت. يعني أنا ما فيني أقول إلا بشجع كل إنسان من آل محمد وأهل بيته وكل أنحاء العالم إنه فعلاً يشترك، لأنه هيدي الشغلة هيدي اللي بتخلينا بكرة يوم القيامة شفيع الإمام الحسين وإن شاء الله نكون بدرجة آل محمد وأهل بيته. اللهم صل على محمد وآل محمد إن شاء الله يا رب إن شاء الله. يعز علينا بعمركم وإن شاء الله دائما بالتوفيق يا رب. لكن نعتذر منكم لأن إنه فقرات البرنامج هواي، وإن شاء الله يا رب بالأيام الجاية أكيد. راح نكون نائبين عنكم بالدعاء والزيارة وما راح ننساكم ولا راح ننساكم بالدعاء. ربي يطول بعمركم وبالتوفيق، ودعوة خاص لأمي تدعو لها إنه الله يطعمها الزيارة لأنه عندها حرقة ودائما بتحب هي تسعي إنه لا تيجي تزور الإمام الحسين بإذن إن شاء الله. الله أعطينا الاسم وأكون في خدمتكم، أو تحبين إنه بعد ما إنه نقطع اتصال ويا حضرتك تبلغين الأخوة في كادر قسم سكينة بنت سعدة بإذن الله. سكينة بنت سعدة إن شاء الله. وإن شاء الله لكل زوار يا رب اللي بحب يزور الأئمة. آمين آمين. إن شاء الله يا رب موفقة لكل خير، وشكراً إليك والاتصالك وشرفنا إنه سمعنا صوت حضرتك، وإن شاء الله يا رب موفقة لكل خير في دار الغربة، وسالي من الله العلي القدير إنه من عليكم بأسرع وقت جاية لسيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين للزيارة. شكراً إليك والاتصالك. نعم أخواتنا وأخواتنا بلغناكم ونرجع نعيد. من الأسهم اللي
كنا نسعى جاهدين حتى نكمل هذا الصرح الحسيني في بيت الحسين عليه السلام. من أصل 700 سهم وصلنا إلى 500 سهم وأكثر تقريبا، يعني الباقي إلا القليل واللي هن 200 سهم. فمن يحب من حضرتكم الآن أنه يشارك ويسجل اسمه في هذا البيت الحسيني ويخلي لنفسه بصمة مع الحسين عليه السلام في خدمته وخدمة قضيته، وحتى من خلال شاشات قناة الإمام الحسين اللي نتحدث بها بعدة لغات حتى توصل رسالة الحسين إلى كل أنحاء العالم. فلا تحرم نفسك، لا تحرم عائلتك، ولا تحرم كل من أرحامك، من أمواتكم ومن أحيائكم من خدمة الحسين عليه السلام. إذا كان عندنا اتصال ثاني فنشرف أنه نسمع بإذن الله. نعم يا أم الله، سمعت من الأخت اللي قالت أنه إحنا كل ما قالت أنه تقرب لله عز وجل، أنه إحنا ما عندنا غير وسيلة إلى تقرب لله عز وجل، أنه إحنا نبذل في سبيل أهل البيت سلام الله عليهم. حقيقة الإنسان مهما يكون في عمره من عبادات، من صلاة، من صوم إلى آخره، ولكن الأعمال الخيرية لابد منها للتقرب لله عز وجل. ومثل إذا كانت الأعمال الخيرية هذه هي في مصب خدمة آل البيت، راح تكون حقيقة أثمر وراح تكون يعني أوفر من ناحية الأجر والثواب اللي راح يشوفها الإنسان في آخرته. فبيت الإمام الحسين هذا البيت اللي راح يكون في خدمة زوار الحسين عليه السلام، وراح تكون خدمته عالمية، لأن من خلاله راح تبث محاضرات دينية إلى كافة أنحاء العالم من القنوات الخمسة اللي تتحدث بها مجموعة قنوات إمام الحسين الفضائية، هي اللغة الفارسية واللغة العربية، وقناة باللغة الأردو، قناة باللغة الإنجليزية، وقناة الزهراء اللي باللغة التركية. يعني راح قنوات تنقل محاضرات دينية بجميع اللغات لكل أنحاء العالم. يعني أنت بمساهمتك إلى بيت الإمام الحسين عليه السلام راح تساعد على نشر ثقافة أهل البيت، وراح تساعد على نشر مظلومية الإمام الحسين عليه السلام لهذه البلدان اللي تتكلم بها مجموعة قنوات الإمام الحسين الفضائية. فسارع وساهم في بيت الحسين عليه السلام، لأن ما بقى إلا شيء قليل، 200 سهم ونكمل إن شاء الله بيت الحسين وهذه الحسينية، حسينية قنوات الإمام الحسين، راح نكملها ب200 سهم إن شاء الله حتى ننشر صوت الإمام الحسين عليه السلام لكل أنحاء العالم. ونأخذ اتصال مع الأخ أبو حسين من البصرة. نعم يا ملا، الاتصال لك. السلام عليكم أخ أبو حسين، عظم الله. السلام ورحمة الله. الله يحفظكم إن شاء الله. شلونكم؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله بخير. الله يسلمكم، أسعد الله أيامكم إن شاء الله بهذه الأيام فرحة الزهراء إن شاء الله. الله يوفقك. الله يحفظكم. الله يخليك، الله يوفقك إن شاء الله. أخ أبو حسين، إحنا بالبداية قبل لا نبدأ الكلام وياك حابين تكون لك زيارة من حرم الإمام الحسين عليه السلام وأخيها بالفضل عباس. إن شاء الله. سلام الله عليك يا باب. إن شاء الله، تفضل بالزيارة. سلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا جهدهم من أجل نصرة الإمام الحسين عليه السلام ورحمة الله وبركاته. أحسنت، إن شاء الله زيارة. يا باب الفضل العباس. تفضل. السلام على ساقي عطاشا كربلاء، سيدي مولاي بالفضل العباس، قاضي الحاجات وابن قاضية الحاجات. سيدة زينب ورحمة الله وبركاته. أحسنت. كنا بلال الإمام الحسين من أجل رفعة الإسلام، وكل ما نعطيه من أجل الإمام الحسين هو من الحسين وإلى الحسين. أحسنت. وإحنا قدام للإمام الحسين. أبو حسين أقطع كلامك بخير إن شاء الله. أنت ساهمت في بيت الإمام الحسين عليه السلام إن شاء الله، شنو الدافع اللي خلاك تساهم في هذه الحسينية، وشنو اللي يعني المبادرة اللي بادرت بها اللي لبيت الإمام الحسين عليه السلام؟ نعم. تفضل. دافع هو دافع إسلامي. أحسنت. إيه، من أجل رفع شأن الإسلام، لأن إحنا كل ما نملك للحسين. صح. أحسنت. من صغيرة وكبيرة. أحسنت. وإحنا نريد بس نريد الشفاعة بجاههم عند ربهم إنه يوفقونا في الدنيا ويستر علينا إن شاء الله يا رب.
يرحمون أمواتنا بجاههم اضربهم كون إن شاء الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين. آمين رب العالمين. وإحنا في خدمة الإمام الحسين. أحسن. وإن شاء الله ما نقصر. إن شاء الله. إن شاء الله دائما وأكثر في خدمة سيد الشهداء. شنو رسالتك؟ أنا وعائلتي خادم للإمام الحسين. أحسنتم. إن شاء الله من خدام سيد الشهداء وإن شاء الله مسجلين في سجل الزهراء. الشفاعة للمرضى لأن إحنا عندنا ناس مرضى وعندنا طلاب على أبواب الامتحانات والله يوفقهم إن شاء الله لتحقيق المعدلات العالية. آمين يا رب. آمين يا الله يا الله. آمين يا الله. أبو حسين رسالتك من خلال شاشة قناة الإمام الحسين الفضائية لكل الناس اللي سمعك بمساهمتك لبيت الإمام الحسين عليه السلام. نعم، الرسالة كالآتي: أن الإنسان لا يبخل عن الإمام الحسين. أحسنت. لأن الإمام الحسين رسالة كبيرة، إحنا قاعد نعطي أشياء قليلة كلش قليلة مقارنة مع ما أعطاه الإمام الحسين. لما قدمه الحسين. أحسنت. تضحية بالمال وبالنفس. أحسنت. من أجل تعلية الدين على كلمة الحق بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. المؤمنين والمؤمنات محمد. أوصي إخواني والمؤمنين والمؤمنات ونفسي أولا أنه يبدون بالتبرعات إلى الإمام الحسين لأن الإمام الحسين يستاهل أكثر. إحنا قاعد نعطي الشيء القليل الرمزي مقارنة مع ما قدمه الحسين. الحسين هو وعائلته من أجل رفعة الدين وتثبيت العقيدة. وكل إحنا ولاء وخدام للإمام الحسين إلى ظهور الإمام الحجة عجل الله فرجه وجعلنا الله من أنصاره وجنوب. آمين يا رب. آمين. آمين يا رب. شكرا لك أبو حسين وشكرا على هذا الكلام الجميل اللي أوضحت من خلاله رسالتك إلى كل الأخوة والأخوات اللي يشاهدونك. إن شاء الله نتمنى لك موفقية أكثر وأكثر. للأسف انقطع الاتصال وإن شاء الله نعاود وياك الاتصال بالحلقات المقبلة بحق محمد وآل محمد. وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق أكثر وأكثر. ما نقدمه للحسين هو قليل مثل ما تفضل الأخ أبو حسين أنه هذه حسينية وهذا الصرح الحسيني والكثير اللي إحنا تتقدم قناة الإمام الحسين هو قليل بحق الحسين. اللي تقدمونه أنتم هو قليل بحق سيد الشهداء لأن الإمام الحسين ما قدمه هو أعلى من هذا وأقيم من هذا الشيء لأن قدم أولاده والأولاد هم يعني فلذت الإمام الصادق يسألون يقولوا لأولادنا يقولون أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض. هذا الولد لما أنت تربيه ويكبر ويكون شاب يانع وتقدمه أمام السيوف تقدمه في واقعة الطف مثل ما قدم علي الأكبر اللي هو كان أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشاف الحسين وهو يقطع عربا عربا ولكن الحسين كان يقدمه لله عز وجل يقدمه للدين في سبيل إنه الدين الإسلامي يستمر على النهج الصحيح. فاللي تقدمه أنت هو شيء قليل فابذلوا إن شاء الله في عطائكم لسيد الشهداء في إكمال المشاريع الخيرية اللي تصب في خدمة الإمام الحسين عليه السلام مثل بيت الإمام الحسين عليه السلام. ما باقي إلا شيء قليل ويكمل تكمل هذه الحسينية وإن شاء الله جهودكم ما تروح السيد الشهداء وننتظر إن شاء الله دعمكم وتبرعكم لهذه الحسينية من خلال هذه الأرقام الموجودة أسفل الشاشة ونتأمل إن شاء الله بالأخوة والأخوات خدام الحسين كل خير بحق محمد وآل محمد. نعم أخوتنا وخواتنا مثل ما تفضل الملا حسين انه هذه الحسينيه داعمه الى ايصال صوت الحسين عليه السلام الى كل انحاء العالم وايضا بعده لغات لا فقط باللغه العربيه. يعني رساله الحسين توصل الى كل شخص في كل انحاء العالم باللغه اللي هو يتحدث بها. فيا اخوتنا يا اخواتنا لا تحرم نفسك من هذا العطاء ومن هذه الخدمه الحسينيه مثل ما كل الاخوات شاركن ودعمن بذهبهن. وهذا اليوم واحدة من الأخوات وصلت هدية للإمام الحسين في بيت الحسين عليه السلام حلقة زواجها أنطت حلقة زواجها هدية لخدمة الحسين
هدت حلقة زواجها اللي باعتبارها أعز شيء إلها في حياتها، وهي هدية زوجها إلها، هدتها إلى الإمام الحسين عليه السلام، يعني ضحت بالغالي واعتبرته مو غالي ما دام للحسين عليه السلام. فيا أختي اللي تشاهدينا حاليا أيضا إحنا بانتظارك، وريد نشوف شنو مشاركتك راح تقدميها للحسين، شنو المشاركة اللي راح توجهيها وتجيبيها إلى قناة الإمام الحسين في بيت الحسين، في أرض الحسين، في شارع قبلة الحسين. فلا تحرمين نفسك ولا تحرمين حياتك وسعادتك مع الحسين ومع الزهراء سلام الله عليها لإيصال صوت الحسين عليه السلام إلى كل أنحاء العالم. أرقام موجودة أسفل الشاشة، بإمكانكم الآن الاتصال عليها والمشاركة والدعم مثل ما وصل الدعم إلى قناة الإمام الحسين. يعني هذه الحلقة من المحتمل أن تكون في مرمراية بجدار الحسينية، أو تكون كاشية في هذه الحسينية، أو يكون المبلغ مالتها إلى زولية تنحط بهذه الحسينية، أو من المحتمل أنه تكون سماعة. يعني راح تبقى هذه مذكورة صدقة، هذه الإنسانة مسجلة في صحيفة أعمالها، صدقة جارية إلها عند الحسين عليه السلام في هذه الحسينية. فأنت أيضا يا أختنا اللي تشاهدين حاليا لا تحرمين نفسك ولا تحرمين حياتك اللي تعيشيها حاليا باشر عقبة رايحة. من اللي راح ياخذ الفلوس غير الورثة؟ من يقول تنصرف صح؟ من يقول انه راح تقدم للحسين عليه السلام؟ من يقول انه الشخص اللي راح ياخذ من الفلوس من عندك ويكون وريث إلك، من يقول انه يصرفها صح؟ ياما وياما ناس راحت واللي اخذوا الفلوس استثمروها في امور نهائيا مو خاصه لا بالدين ولا غير الدين، وبنفس الوقت انه اللي ورثوا املاك ابوهم او امهم ما حصلوا الاب والام غير اللعنه من اولادهم، وقالوا لعنة الله عليهم انه ما صرفوا علينا وما قدموا لنا، خلوا الفلوس واخذوها وصرفوها ما صرفوها في امور نهائيا ما لها علاقه بالدين ولا بالمذهب. فحرامات ما دامك تتنفس الهوى، اخدم الحسين واخدم نفسك، سجل لنفسك صدقه في صحيفه اعمالك مثل ما قدم المنبر، ومثل ما قدم الباب للحسينيه، ومثل ما خلى تاج للحسينيه وراح، لكن بقى أثره، وإن شاء الله هذا الأثر موجود إلى أبد الآبدين في خدمة الحسين عليه السلام. فأنت أيضا وأنت أيضا يلي تشاهدونا حاليا لا تحرمون نفسكم، مثل ما وصل هذا العطاء إلى هذه الحسينية إن شاء الله راح نكون أيضا بانتظاركم وانتظار مشاركتكم عبر الأرقام الموجودة أسفل الشاشة. إحنا وياكم نروح ناخذ فاصل حول هذه الحسينية اللي نتحدث حول تبرعات إلى دعمها والمشاركة في إتمامها. نشوف الفاصل ونرجع وياكم إن شاء الله. محرمك ينادي صوتي يا حسين، خليني أبقى خادمك، هاك أيامي يا مالك العمر، إحساسي يا حرم من دمور، عاشورك كل لحظة تمر يا حسين، هاك أيامي يا مالك العمر، إحساسي يا حر من جمور، عاشورك كل لحظة تمر يا حسين، أنفاسي بحضورك وبدمعي أزورك، دلالي أسيرك حيمني نورك.
حياتي العشيق تفوق كل ألم محرمك تمطر الدنيا بس جروح موسم عاشور موعد العاشقين والجنة ما بين الحرمين والحضرة ملجأ الخائفين يا حسين موسم عاشور موعد العاشقين والجنة ما بين الحرمين والحضرة ملجأ الخائفين يا حسين عزاك تشمل الدعاء أمتي يا موتك الكربلاء رايتك تعلى بالسماء أربعينك أجي وأشوف بالدرب تمشي فاطمة وامشي ويانا بيدي راية عذاب كل خطوة أرفع هذا النظام لبيك يا سيد الإمام يا حسين وامشي كل خطوة أرفع هذا الندام لبيك يا سيد الإمام يا حسين ساير بالشايع تميلة ونادي دخيلة اقبلني يا مولا عبدك ذليلة ورجعنا وياكم مشاهدينا وبعد ما شفنا فاصل بناية بيت الحسين وشلون تأسست الحسينية وإن شاء الله بجهودكم تكمل هذه الحسينية قلنا من أهداف هذه الحسينية أن تسلط الأضواء على شخصيات وعلى خدام الحسين وعلى شعراء ورواديد يستحق تسليط الضوء عليهم وهم طاقات لابد أن من واجب مجموعة قنوات إمام الحسين الفضائية وبيت الحسين أن يسلط الأضواء على هذه الطاقات اللي لابد أنه واجبنا نظهرها لكافة الإعلام ومن واجبنا أنه نظهر هذه الطاقات ونسلط عليها الأضواء لأن طاقات حقيقة تستاهل تسليط الضوء من هذه الطاقات اللي قدمت لسيد الشهداء من أجمل معاني الكلمات اللي ترننت أو تلفظوها على شفاهم لمشاهدين ولكثير من الناس ودخلت إلى قلوب محبين إمام الحسين عليه السلام ونزلت الدموع على سيد الشهداء الأستاذ وياي ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ عباس طالب حياك الله أستاذ عباس حياك الله يا حبيبي وملي طبعا بداية كل عام وأنتم وكادر مجموعة قنوات الإمام الحسين عليه السلام والمشاهد الحسيني بألف خير بمناسبة العيد الزهرائي ألا وهي فرحة الزهراء عليه السلام آمين رب العالمين وشكرا لهذه الدعوة الجميلة إن شاء الله أولا نحن تعبناك لا بالعكس مسافة. بالعكس هذا شرف إن شاء الله تعبك مسجل عند سيدي الشهداء واجب هذا لا بالعكس وإن الشرف أنه أنت وقوفك في بيت الإمام الحسين عليه السلام شرف كبير وأنت شفت هذا الصرح الحسيني نعم. وأكيد اطلعت على الحسينية أكيد فشنو كلامك لهذه الحسينية؟ والله الكلام يطول بالحديث ولكن كمختصر أنا أوجه دعوة لمن أراد أن يكون حياً كما الشهيد فليساهم بصدقة لبناء هذا البيت الطاهر أحسنت
حتى يسجل اسمه ويكتب حيا كما يكتب الشهيد حيا الى مدى حياته الى يوم يبعثون. فهي دعوه باسمي وباسم كل خدمة الحسين من الشعراء والرواديد ان يساهمون في بناء هذا الصرح الحسيني الكبير حتى يسجل اسمه من خدمة الحسين فعلا ان شاء الله. ان شاء الله. قبل لا ندخل وياك بعد بالاسئله البقيه حابين انه نسمع شيء اللي انت تحبه ان شاء الله والمشاهدين. خالد. خدام الحسين. خالد. قبل دخول الحرم الزينبي الى حادثه السوق المعروفه في الكوفه. كانت النساء اللواتي مع زينب لم تدخل السوق وذلك لان ذويهن دفعوا ثمن الحريه لاخلاءه. الله. هنا وقف احد الشامتين وقال يا زينب من سيدفع ثمن الحريه لاخلاءكم او لاخلاء سبيلكم؟ فقالت بشموخ، وزينب معروفه بشموخها. الله يا زينب. فتقول له احنا الله اشترانا ودفع دم حسين. احنا الله اشترانا ودفع دم حسين. وانا اول مره المرتاح يحسدها. السنابل دنقت مو ثقل. لا تقدير شافت صورته واستحت من عدها. انا الوحدي انا الوحد ومحترقه شمعه غار. الله. ما حشمت ناس وتطفى وحدها. انا الوحد ومحترقه شمعه غار. ما حشمت ناس وتطفى وحدها الشمس ردها علي. مو حتى يبطل الليل. لا شي طلعت مفرعه وعلي ردها. انا ام الستر والنوب يلا معون. ايدي الغير كالضصفاح ما مدها. الله. مشى وياي الصبر وعليا من سئلوه قال ايوب تو اعتذر من عتها. الله. المطر من زينب تعلم شلون يطيح. المطر من زينب تعلم شلون يطيح. كان مفشي للفلاح مو قدها. بحيث الورد صاح الفنعم الله عليك توها الورده قام الماي يفقدها. علمت البخور بلا يروح يعيش. من قد ما ببال الخيمه راصدها. الله. وذيك النار شي شردت من العباس على نياتي جوا الخيمه لبدها. الله. قد ما عاليه مرات كض الليل وغيري اش ما تمنت للحلم حدها. انا صليت قعده مو تعب رجليا لا قامت الدنيا وردت اقعدها. انا صليت قعده مو تعب رجليا لا قامت الدنيا وردت اقعدها. انا انكسر في اشماح ترعى عباس وقباله لجروح جنازه مددها. ما حد شافني من البيت للتاريخ. ما حد شافني من البيت للتاريخ. ورحت الكربلة شي ستر ما عدها. ما حد شافني من البيت للتاريخ. ورحت الكربلة شي ستر ما عدها. عباتي همرة ومخلوقة من تراب لهذا متربة العباس رايدها. ركضت بكربلة ركضت بكربلة علا الناس تقول زينب تعبت والله يساعدها. ركضت بكربلة علا الناس تقول زينب تعبت والله يساعدها. الجرح مثل البخت كل ما كبر ينهاب ولتش مش ما لقيت خيوطه يعقدها. الله. بزر قعد الشرف ومدلل العباس. الله. بزر قعد الشرف ومدلل العباس. يتيمه وعد علي بعافيته يسعدها. الله. حسين اللي ينسحق ويفوح موش الهيل. حسين اللي ينسحق ويفوح موش الهيل. ذاك ريحته كم نفس ويهدها. فتحنا صدورنا وفرشة فراش الخيل مثل بيباننا ما نعرف نسدها. الله. شق وراس اخوي وقلت كم رسال الرسايل تنقرب شقتك واغدها. الله الله. شق وراس اخوي وقلت كم رسال
الرسايل تنقرب شقد كواغدها، قالوا تشتفوش وقلت زينب نار تحرقها الحبال الرادة تشدها. الله الله، قالوا تشتفوش وقلت زينب نار تحرقها الحبال الرادة تشدها، قالوا تشتفوش وقلت زينب نار تحرقها الحبال الرادة تشدها. مثل الماي مثل حسين، مثل حسين اثار الماي هم عريان، الفرق بس بالشمس ما ينشوب سدها، لبسنا اللون الاسود من كثر ما بيض، الله نوارس والحزن مو من عوايدها، جواي السما والقاع صارت فوق دم عبد الله صاعد هاي شاهدها، الله سقيت الدنيا كلها بجربة العباس، بس الطق خضار المهدي يحصدها، وما مذبوح عبد الله هذاك يا صف المحسن يلعبون هو يا خوالي. سلامتك سنت احسنت، الله يعزك الله يعزك، طيب الله انفاسك، الله يخليك مولات حبيبي، يعني حقيقه قصيده قمة الروعة، فوق قمة الروعة، الله يحفظك، نسأل الله القبول، أحسنت على هذا الخيال، الله يسلمك، وأحسنت على هذا النظم، ممنون جزاك منك. الله خير الجزاء، تلقاها إن شاء الله في الآخرة في سجل الزهراء، هنيئاً لك أستاذ عباس على هذا الكلام وعلى هذه الروحية، الله يطيب وعلى هذا الخيال اللي هو يصف في خدمة سيدي الشهداء، يا رب القبول إن شاء الله. أستاذ عباس اللي انعرف بتواصله الدائم مع قناة الإمام الحسين الفضائية، وإحنا نتشرف بهذا التواصل. الله يسلمك، بالعكس الشرف. إحنا نتشرف بخدام الحسين أمثالك أستاذ عباس. شرف كبير. بس التساؤل. نعم. ليش أستاذ عباس إنه اختار قناة الإمام الحسين الفضائية من دون القنوات الأخرى؟ بالدارج الشعبي. بني. عموماً يعني. أنا أعتبر كل القنوات الحسينية هي بيوتنا أكيد، ولكن بالدارج الشعبي عندك أقارب، عندك أخوك بيته بوحده، وعندك ابن عمك بيته بوحده، وعندك أبوك بيته بوحده، وعندك عمك بيته بوحده، ولكن عندك بيت تمون عليه تحس نفسك ترتاح به. الله، هذا بالنسبة لي راحت بهاي القناة. الله، شو ما تفهمه بعد فهمه. الله، عاشت إيدك، هذا بيتي صراحة، عاشت إيدك، ولا أنسى طبعا سبب اللي أخذ بإيدي ووصلنا لهذا البيت اللي هو استاذنا وحبيبنا وابونا ابو فيصل احمد ماضي. الله يطول بعمره ويحفظه ان شاء الله. احمد ماضي ان شاء الله بالتوفيق لك ان شاء الله. استاذ عباس، الله يسلمك ولاد حبيبي. استاذ عباس، انت من خلال كتابتك، نعم، يعني من خلال كتابتك لسيد الشهداء ولسيد الزهراء ولاهل البيت عليهم السلام، نعم، شنو اللي تريده وشنو اللي ترجوه منهم؟ سؤال يعني عاده يكون صعب، يعني انه الانسان يعبر عن ما هو في داخله، صعب التعبير، ولكن انا بالنسبه لي كل يعني كتابتي الحسينيه كل حرف اكتبه لا اريد بثواب ولا اريد باجر ولا اريد بقصر بالجنه، اريد الحسين ما يقول اخ، الله، من الاسهام البي والجروح البي، الله، هايك شو اريد، هنيئا لك. انا ما اقدر اعبر عن هذا الموضوع اكثر يعني صراحة. إن شاء الله رسالتك اللي مشاهدينك ومتابعينك والمشاهدين ومتابعين قناة إمام الحسين الفضائية من خلال برنامج بيت الحسين وهذه الحسينية، نعم، شنو حاب أن تقول لجمهورك؟ والله أول شيء أدعو جمهوري لمتابعة هذا البرنامج بشكل دوري، وأتمنى من كل الناس اللي متمكنة مادياً واللي متمكنة معنوياً دعم هذا المشروع، لأنه بالنهاية هو يصب في صالحنا نحن كزوار وكخدمة الإمام الحسين، فهاي دعوة باسمي وباسم جميع كوادر مجموعة قنوات الإمام الحسين عليه السلام، وإن شاء الله الناس الخيرة ما تقصر وأني أزامط بهم إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. أنا طمعان بك أستاذ عباس، الله يعزك، أنه حاب أنه أسمع بعد قصيدة من هذا النظم الجميل. والله راح اشيك تفد شيء بسيط، احنا باقينا لنا 4 دقائق، يعني اريد الختام في هذه القصيده ان شاء الله. في معركه الطف، او عندما اشتدت معركه الطف، وكان ابي الفضل العباس حينها يحصد الرؤوس في كل موسم ان شاء الله، جاء ملك الموت الى ابي الفضل العباس هامسا في اذنه، تستراح شوية لو أنا استراح،
تستراح شوية لو أنا استراح خفت إيدك حركت حتى الصنم مو من الله اللي هو البطف والدليل ويا رفت شاربك رف العلم الله الله كلها ماتت وأنا ما قابض لروح تعبتني تعبتني كلها ماتت وأنا ما قابض لروح التفت له وقال له ما ينعليك التفت له وقال له ما ينعليك صراحة القصيدة ما جاي تحضرني لأن ما كانت بال إن شاء الله إن شاء الله أنت دائما عطائك مستمر لسيد الشهداء الله يعزك وإحنا هم الوقت أيضا داهمنا وشرفنا بيك استاذ عباس وان شاء الله بيت الحسين هو بيت كل خدام الحسين وان شاء الله في الحلقات القادمه تكون ايضا ضيف شرف علينا ان شاء الله شرفنا بيك استاذ عباس موفق اكثر واكثر لخدمه سيد الشهداء شكرا لكم ولكل المتابعين وكوادر قناه الامام الحسين على هذه الدعوه الجميله والطيب الله يحفظك استاذ عباس الله يحفظك مشاهدينا بعد ما شفتوا الشاعر الاستاذ عباس طالب والنظم الشعري الجميل اللي وصف واقعة الطف بخيال شاعر وكان خيال جدا رائع وحقيقة يجرح ويدمي القلوب وإن شاء الله نتمنى الكل خدمة الحسين بالتوفيق وإن شاء الله ننتظر مساهمتكم ودعمكم لبيت الإمام الحسين عليه السلام من خلال هذه الأرقام موجودة أسفل الشاشة على حب الإمام الحسين عليه السلام وأنه مثل ما تفضل الشاعر وقال أنه أنا أكتب هذه الأبيات وأقرأ هذا الشعر لا أريد ثواب ولا أريد أجر ولا أريد قصر بس أريد أنه أطيب جراح الحسين وهذه نوايا صادقة وهذا هو الحب الحقيقي أنه أنت يعني إذا تريد تقيس الحب الحقيقي الحب اللي بدون مقابل هو حب الأم لابنها أنه تشوف تتعب على ابنها وتربيه وتكبره ما تريد منه مقابل كذلك خلي يكون حبنا مثل ما قال الشاعر أنه أنا ما أريد شيء مجرد أنه يكون جراح أبي عبد الله الحسين الطيب خلي يكون حبنا لسيد الشهداء اللي نقدمه لسيد الشهداء أنه بي نرضي الإمام الحسين عليه السلام ما نرضي نفوسنا لا نرضي الحسين صلوات ربي عليه لأن هو شفيعنا في الآخرة هو اللي راح ياخذ بأيادينا إلى جنات عدن وجنات الفردوس فإن شاء الله ننتظر اتصالاتكم إلى بيت الحسين عليه السلام ومثل ما قلنا باقي 200 سهم لإكمال هذه الحسينية حتى تكون صادحة بصوت الحسين عليه السلام ويكون من خلالها نوضح رسالة الإمام الحسين عليه السلام أشرفت حلقتنا على الانتهاء لهذا اليوم إن شاء الله نلتقيكم إن شاء الله في غدا في حلقة جديدة من برنامجكم بيت الحسين سيد عماد الحكيم وملا الحسين الكربلائي في أمان الله من هالبناية يرتفع صوت اليقين خلي لك ويانا أثر طول السنين قد عظيمة الصدقة ببيت الحسين قد عظيمة الصدقة ببيت الحسين ساهم وغيث باسمك سهم بالآخرة ترفع علم ساهم وغيث باسمك سهم بالآخرة ترفع علم قد عظيمة الصدقة ببيت الحسين بيت الحسين